انقشع غبار المعركة عن التحيتة ليسفر عن مدينة تلملم جراحها وتنهض من جديد كأي مدينة طوت من حياتها صفحة سوداء من العنف والاحتراب. على مدى شهر تقريبا كانت مدينة التحيتة وريفها ميدانا للمواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي التي سيطرت على هذه المدينة منذ 5 أعوام. تقع المدينة على خط إمداد الرئيس يصلها بزبيب وببقية الخطوط الممتدة إلى معظم المحافظات، وعبر هذا الخط كان مقاتلو والميليشيا ينفذون هجمات متقطعة على الطريق الساحلي الذي يربط مدينة الحديدة بمدينة عدن وعموم المدن الساحلية للبلاد، وذلك بهدف منع وصول الإمدادات للقوات الحكومية التي تقدمت باتجاه مدينة الحديدة عبر هذا الطريق. وإثر هذا الإنجاز العسكري الهام أعلنت القوات الحكومية في محيط مدينة الحديدة عن قطع خطوط إمداد الميليشيا بين مديرية التحيتة والزبيد وبيت الفقيه بشكل نهائي. حتى هذه اللحظة تنهمك القوات الحكومية في تطهير المدينة من بقايا ومخلفات الحرب وبالأخص الألغام التي لا تزال تشكل مصدر تهديد لتحركات السكان في مدينة التحيتة ومحيطها. انتهاكات الحوثيين على المدنيين والمواطنين الأبرياء، العبوات الناسفة والألغام والدواسات، هذا هو يقتل الأبرياء لا غير، لا يقتل أي شيء إلا الأبرياء. فيما يتطلع الأهالي إلى شروع الحكومة في الأعمال الإغاثية لسد النقص الحاد الذي خلفه شهر من الحرب في هذه المدينة. احنا لعنا 3 سنوات هنا عايشين في الجوع والتعب والقهر هنا، لكن لما اجينا الشقيه الحمد لله رب العالمين، الدنيا مطمئنين وكل شيء والخير موجود، نشتري ان يوفروا لنا المأكولات بس. اكثر من 3 مدارس تقريبا تدمرت بشكل كامل في التحيتة، ما يحتم الاسراع في اعادة بنائها وتأهيلها حتى يتسنى للطلاب مواصلة التحصيل العلمي في مستهل العام الجديد الذي يبدأ بعد نحو 2 شهر تقريبا. يكافح السكان للإيفاء باحتياجاتهم من المواد الأساسية كما هو حال هذا المطعم والفرن الرئيسي في المدينة، حيث يمثل استئناف العمل في هذه المرافق مؤشرا جيدا على عودة الحياة في التحيتة. الحسم في مدينة التحيتة مؤشر ليس جيد لميليشيا الحوثي التي لا تزال تتخندق في مدينة الحديدة بحثا عن فرصة للبقاء والسيطرة على أهم ميناء لليمن على ساحل البحر الأحمر، لكن التأكيدات الحكومية ومنها ما جاء على لسان وزير الخارجية خالد اليماني تشير بوضوح كامل إلى أن الحسم العسكري في الحديدة هو الخيار الماثل أمامها في حال رفضت ميليشيا الحوثي مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.